ما صحة حديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له؟ نعم، الصلاة كما قال الله جل وعلا: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالذي يصلي ولا ينتهي عن الفحشاء والمنكر يدل على أن صلاته فيها خلل ونقص، فيها خلل ونقص، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويصلي الصلاة التي وصفها الله لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر.